الفكره كلها ايه؟ يعني والله العظيم انا ما اقولش كده، يعني انا ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل، بس انتوا مش حاسين بده، مش واصل لكم، لان في الاخر انت عايز تبقى عايش تعيش برضا، انت مش عايش برضا. الحاجه غاليه عليك، الحاجه غاليه عليك وبتغلى. ما احنا مش منعزلين عن الواقع، ما احنا مش عايشين جوه بلدنا بس، احنا جوه بلدنا وبنتاثر باللي حوالين مننا والدنيا اللي انتوا شايفينها. ان حصل غلا احنا كمان بيغلى علينا. طب احنا مع ده، احنا العمليه مركبه، لان الغلا غلايين.